مول ضخم ومسارات خاصة للمعاقين، محطة بشتيل تحفة معمارية، استعدادات خاصة بتشهدها محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة تمهيدا لافتتاحها، حيث تعتبر من أكبر المحطات بعد محطة القاهرة على مساحة 239,000 متر مربع، وتم بناؤها على الطراز المصري القديم لتشبه المعابد المصرية القديمة. وبتعتبر المحطة تبادلية للركاب والبضائع، وترتبط بخطي القاهرة أسوان، حيث يوجد بالقرب منها محطة مترو التوفيقية بالخط الثالث للمترو، ومحطة مونوريل بخط 6 أكتوبر، وموقف أقاليم بالقرب منها، بالإضافة إلى قربها من منطقة وسط البلد وعدد من المحاور المرورية الجديدة. وتضم المحطة كل خدمات السكة الحديد المقدمة للركاب، وبها مول تجاري يشغل 90% تقريبا من مساحة المحطة، إضافة إلى ذلك تضم صالة ضخمة لقطع التذاكر، وبها منافذ خاصة لذوي الهمم، وبها مسارات خاصة بالمعاقين بداية من المدخل الرئيسي وحتى أرصفة القطارات.